خلينا بقى لكل الناس اللي لسه ما نزلتش نستعرض معاهم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي كمان فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وكمان أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 15 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 22 درجة، والأقل هتكون في كاترين 12 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا نروح لأحمد وبسنت ونبتدي معاهم النهاردة أخبارنا وموضوعاتنا. اتفضل يا أحمد واتفضل يا بسنت ومبروك علينا. مبروك عليك يا منة كمان، لكن خليني أسألك برضو، اتفرجتي مع مين امبارح؟ انا قلت لك امبارح احنا كنا في البيت والنور كان قاطع وقعدنا نتفرج من اللايف، وكانت قصه يعني الحمد لله ده احنا عارفين مع اولادك يعني. طب ده الاصرار برضو، ما كانش اصرار في الملاعب بس، اصرار على المواطنين اللي هو لازم أيوة. يتفرجوا يعني. شكرا. مبروك علينا يا جماعه، يا رب دايما نهني بعض ونبارك لبعض يا منى. شكرا، ميرسي يا منى.